ايه الكلام اللي بتقوله ده يا بدران؟ خميس اللي قلب عظمة لساني ساعتك. خميس يعمل كده؟ ده اللي حصل معاليك وكان لازم ابلغك. خميس كان فاكر انه هيحط العمروتي باشا في جيبه بجوازته من بنته. ما يعرفش العمروتي باشا ممكن يعمل فيه ايه. اتاري البت زفت رمانه مختفيه. مختفيه ازاي معاليك؟ المالت دخل عليها ملهاش. تلاقيها في المستشفى عشان قالها تنزل البطنها. وبعدين معاك يا بدران؟ ما بلاش السيره دي يا اخي. انا اسف معاليك. انا عارف الموضوع يضايق بس خميس بقى هنعمل ايه؟ سيبني لوحدي دلوقتي يا بدران. امر عليك. سعادتك تؤمر واحنا ننفذ اللي انت عايزه سعادتك. اقصى عليك يا خميس. تعمل كده في الباشا اللي لحم كتافنا كلنا من خيره. ما تمشي يا بدران. حاضر سعادتك.